رح شو قصة الدروس الإضافي اللي عم تحكي عنهم أمك؟ دروس إضافي وأنا محتاجتهم، شو بدك أنت؟ هلا أنت صار بدك دروس إضافي وأنت اللي بتوزعي شطارة على المدرسة؟ أنت شو دخلك؟ لا تحشري أنفك فيني، هاتي. حالك مغيرة كتير يا مرح، أكيد أنا ورفقات هذا السبب. فوتي هبة. فوتي، أهلا وسهلا. شبكي؟ بعرف انك قلقانة وخايفة، صدقيني انا قلقانة وخايفة اكتر منك، بس خلص صار لازم نتغلب على الشعور هاد. انا مستعدة اعمل اي شي بيرضيكي، انا مش طمعانة غير عيلة يعيش معها وناس يحبونا وحبهم. يلا تعي ورجيكي اوضتك، تفضلي. هبة ليش خجلانة؟ هلا أنا بدي نام هون؟ إيه هي غرفتك. الله يرضى علي علاء، نزل معي على السوق نقى الفرش وساعدني بتظبيطه. الظاهر أولاد عمك بيحبوك كتير. وأنا كمان كتير بحبهم، ما شفت منهم غير كل خير. يلا نكن، غيري أوعيك عبين ما أنا حضر العشاء. أنا بحضره. لا، أنت اليوم ضيفتي، بس من بكرة في ترتيب تاني. يلا. الحب يجلس دائما على غير الكرسي الذي نتوقعه، تماما بمحاذاة ما نتوقعه حبا. وأنا التي خبرت طويلا هذه الحقيقة، كيف جلست أكثر من ساعة جوار رجل لم أولي اهتماما لوجوده، مشغولة عنه برجل آخر شاء دون أن يدري متنكرا في زي الحب. مرحبا دكتور غايس. دكتور غايس مرحبا. مرحبا دكتور غايس. سعد، رواية بتاخذ العقل. اسمع المقطع. هات لي شو تسمع. الناس لا يطرحون عليك عادة إلا أسئلة غبية، يجبرونك على الرد عليها بأجوبة غبية مثلها. يسألونك ماذا كنت تفعل، لماذا كنت تريد أن تكون. يسألونك ماذا تملك، لماذا فقدت. يسألونك عن أخبار المرأة التي تزوجتها، لا عن أخبار تلك التي تحبها. يسألونك ما اسمك، لا ما إذا كان هذا الاسم يناسبك. يسألونك ما عمرك، لا كم عشت من هذا العمر. يسألونك هل تصلي، لا يسألونك هل تخاف الله. لذا تعودت أن أجيب عن هذه الأسئلة بالصمت. كلام جميل. لازم أشكر الدكتورة هي اللي نصحتني أقرأ هيك كتاب. مين عم بيجي بسيرتي؟ أهلين دكتورة. ما تسميلي جل أنا نيمة بحنا كيف لك بشي بحنا كيف لك بشي بحنا أهلين بابا. أهلين، تفضل. ليش دلمو إيدك حبيبي؟ شو قصتك مع الأفلام الصيني بهالأيام؟ عم تقوى باللغة الصيني بابا. ايش قرروها بالمدارس؟ لا شو قرروها ما قرروها، كل قصة اني انا بحب اللغة الصينية، حسك فيها موسيقى سانغ يونغ شانغ شونغ شينغ شانغ بونغ بينغ شانشو. شو من شانشو؟ لا هذا صيني بابا يقبر قلبي. بابا نسيت قلك، في عندك كتب بالمكتبة عن الصينيين؟ دوري غير تلاقي بدور. انا اللي بدور. الحب عند الصينيين، طباع أهل الصين، تاريخ الصين، رح أقراهم كلهم لأتعرف على طباعك أكتر وأكتر يا تشان.
عم تفكر فيه مثل ما عم فكر فيك. الباب قبل ما تفوتي. انا دقيت كثير بس انتي ما عم تسمعي لانك مالي مسجله. المهم هلا شو بدك لحتى لحقتيني لهون؟ ما في شيء، بس بابا جايب كنافه وحابب انه ما بدي اتسمم. يا عم على القصه، الواحد ما عاد ياخذ راحته ببيته. شو هذا يا مهند؟ اي رنو. ما بعرف شو بدي اقول لك بس حابه احكي معك شوي. خير في شيء؟ ماما وبابا علمونا ما نخجل من اي شيء عم نعمله طالما هذا اللي عم نعمله مو غلط، مشان هيك بدي احكي لك شو عم بيصير معي باخذ رايك. احكي اختي انا عم بسمعك. واحد داخل ام الساندويش. معك حق، اكل بدغش كيف. بتعرفي تطبخي؟ مع انه وقتي قليل بس بحب فوت على المطبخ اخبص لي شي خبصه. اكله ولا خبصه؟ خبصه على قولة ماما. شو يعني اكلك ما له طيب؟ بالعكس اكلي كثير طيب بس دائما بيطلع منحه قليل. احسن صحي اكثر. بتعرف الطبخ متعه، ما بتحضر كيف ما كان، كل شيء بنسب محدوده ومدروسه، واللي بتفكر غير هيك بيطلع طبخه كثير مخبوص خبص. هلا هيك بيلك على سر؟ لا لا عن جد عم حكيكي، شو بتعرفي تساوي يعني؟ بتعرفي تكسري ايه؟ ايه بعرف اقلي بطاطا كمان. شو؟ برافو. انا لو ما بعرف مين اختي رنا كنت خفت عليك كثير، بس اللي مربى صح صعب كثير انه يخلط. يعني برايك ما فيها شيء اذا شفته مره ثانيه؟ احساسك شو عم بيقول لك؟ بصراحه يلي متعودين عليه. أنا حاسة إنه هالشاب ابن حلال وغرضه شريف، وإلا صدقني يا مهند لا كنت بشوفه ولا كنت بحاكي. الله يفرحني فيكم يا رب. حملنا تقيل عليك، أنت كمان شاب ومن حقك تشوف حياتك. رنا خلصنا بقى كلام فاضي، أنت وآلاء أمانة برقبتي، أنتوا أغلى عندي من عيوني. لك الله يخلي لنا إياك وما يحرمنا منك يا رب. إذا نجحت بالبكالوريا شو رأيك لازم أدرس؟ يوم ما أنت كل عمرك بتحبي الحقوق، شو اللي تغير هلا؟ لا غيرت رأيي، جاء على بالي أدرس تربية وعلم نفس. ها وشو اللي صار لغيرتي رأيك؟ حسيت إنه تحليل الشخصيات وعلم النفس شغلة مهمة كتير، وبعد ما تعرفت على عدنان صرت ندمانة على كل لحظة عشت مع حالي وأنا ما معرف لي هيئة صبي ولا بنت. يعني أنا كنت أطلع بحالي بالمراية بحس في جواتي بنت بس عم بتصرف تصرفات تعودت عليها وصارت جزء مني. وبعد ما عرفتي عدنان شو صار؟ يعني هو شجعني اتغير بس كمان الشيء اللي جواتي كان سبب اساسي. جواتك؟ شو اللي كان جواتك؟ جواتي احساسي اني بنت. هي هو
شيء بس ابوكي عمل. طيب انا شو ذنبي؟ شو ذنبي اذا لك اخرسي اخرسي وحاج تحكي وخلصي القهوه بسرعه. اصلا الله بعتك لاشفي غليلي من ابوكي الخاين الغشاش الغدار. شوفي ما تقربي علي ما تقربي علي. شبكي هبة؟ بدي ارجع على لبنان. الله يخليكي رجعيني على لبنان. شو صار؟ بس هبة شبنا جبتيني لهون. قلت لك بدي انتقم من ابوكي فيكي. يعني مضبوط اللي شفته بالكابوس. وشو شفتي بقى؟ طيب طيب شو قصدك انه بدك تنتقمي من بابا؟ قومي قومي الحقيني على الفطور. شو هالوردة اللي وقعت فيها؟ معقولة تعملها هو؟ شو رأيك تروحي معي على الصالون؟ ما بدي لبكك فيي، أنا بضل هون بالبيت. ما مليتي من القعدة؟ شوي. طيب وشو بتقولي بيلي بتروح لك هالملل هاد؟ ما بدي إياك ترتبطي فيي. شوفي هبة انتي صرتي مسؤوليتي من هلأ ورايح، كل شي بتعلق فيكي رح اشرف عليه بنفسي. طيب بتوعديني بس تتضايقي مني تخبريني؟ وبتوعديني انتي تخففي لي الحساسية تبعك شوي؟ هيبة ما رح اعمل فيها ملاك، بس انتي إلك بهالبيت مثل ما إلي انا بالضبط. هيدا بيتك ومن هلأ ورايح رح يصير بيتك. هيبة حاولي تنسي الظروف اللي مضت، لأني بصراحة مليت وحابة أبدأ صفحة جديدة. أوكي؟ قولي يلا يلا بسرعة، أنت واقفة على جنب. قولي بط أبيض بسرعة، وأنت كمان خبطي لي. شو بدك فيهم دخيلة؟ ولو الناس لبعضها. امشي امشي امشي. قولي عطا مسكرة. صباح الخير. تكري الجاكيت. انت كمان تكري الجاكيت. قولي لتان تعي 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 تعي. وين رايحة وين رايحة وين رايحة؟ تعي 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 لهون. وين زقة بسرعة؟ أكيد مخالفة فرجيني. اسلمالي مخالفة ليكي كدرة نبقى سودة سودة قصة أضفيرك أضفيرك أضفيري مالي أصصتون قصة أصصتون مالي حاطة شي على وشي وضغطي شعر قصة مالي حاطة شي على وشي أبدا. ليه؟ شو هذا الرفرف اللي على عيونك؟ آه رموشي قصة. لا قصة أنا سبحان الله هيك الله خلقني خزيت العين عني رموشي طوال السوداء. ايوه وعاملتيني البنت الظريفه وعم تنبهي البنات كبسه وكبسه. فكرت ماني سمعتك ما؟ روحي ادري على الحيط امامي. انت عم رحتي مفروضه رحت. يلا 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 بسرعه. شو هالصباح؟ يلا على الحيط على السريع. قولي لي تعي 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 وين رايحه وين رايحه؟ فكرت ماني شايفتك يعني. طب يا زلمه ماني مخالفه مش هيك الخاطر مالي حاططه ومكياج ما في على وشي. هذا الرفرف اللي عملتي لي اياه بشعرك شو جاي على حفله انت؟ لا بس امبارح كان سرطان عندي خطيبي. يا يلا بس جيبي لي سيره ابو زيد الهلال لسه خطيبي خطيبي ما حدا انضرب على قلبه غيري. يلا انقلي على الحيط قدام الحنفيه قوام. يا انسى الله يخليكي لا تقولي لي شعري مقربه. لو كنتي خايفه على حالي كنتي ضبطتي لي هالشعر قبل ما تيجي على المدرسه بسرعه. يلا تاي 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 تاي. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. صباح الخير انسى منى. تاي أنا اليوم قانونية 100% على الإبرة. قصة ضفيري لابسة بوت أسود مالي حاطة شي على وشي ومظبطة شعراتي غيره. شيلي لي إياها تشيلي شيلي أحسن ما أقطعه وأقطع لك رقبتك بطريقي. ليش لتقطعي يا عرسة؟ أنا ليكي بخبيها ضبيته. شوفي شيلي وخلي ولي أمرك يمر ياخده. خلي حقوق الإنسان تنفعي. الصيحات التحررية هاتي إبري يلا
جاي جاي، استنوا علي شوي، هلا انا برجيكم. يا اهلين ويا سهل. صباح الخير انسه منى، كله على كيف كيفك، ما في مخالفه، البوط البدله الكنزه الاظافير هليكم، كله حليان يا درسان. شو هاد، صرنا بنات وصرنا نلبس نساوي شعرنا وزهر وقهر. شو هالحديقه اللي حاططتي لي اياها هون ومخبيتيها؟ صغيره صغيره صغيره، ما لها باينه فعلا صغيره. انسه الله يخليكي، خليها معي لا تاخذيها، فوتي على صفك يلا. انسه بعدك ما عاد حط على شعري، بس خليها معي اذا سمحتي. بسرعه فوتي على صفك، عم بحكي. انسه الله يوفقك، فوتي على صفك حاجه لعي. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا حبيبات قلبي، تاخرت عليكم مو هيك؟ ريما انت برد برد، بوز ايدك لا تقولي لي شعري، بوز ايدك. طب بسالك سؤال، لازم نتشرشح ليصير اسمنا طال، بعد حرقت ترتبنا شوي. بص عم بحكي بلا لعي فاضي، وليك رشة بلا فرطه. زي ما شافوا معك لانك راح تتعممي، راح تتعممي. حاجتين انت يا ولي شرفي. بسرعة بسرعة بسرعة، يلا يلا انزلي 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 انزلي. بلي 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 بلي. ايوه 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 ايوه، يلا يلا عصفك عصفك روحي. كرشة رزان ومفرطة شرفي. بسرعة ولي مالي حاطش على وجهي. ايه هلا بيبان الأقرع من ابو الشعر. معك صابونة انسى؟ بلا لعي فاضي يلا مفروطة. بسرعة. ايه زيك. معك يوم منيح 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 منيح. ليه؟ وليه بسرعة؟ انسى ما في. انا شو مفروطة. دانا. تع تع. صباح الخير انسى منى. ليه متأخرة دانا؟ خلص بنزين السيارة، قام الشوفير وقف لحتى عبي بنزين. ايه يلا فوتي على صفك، هي آخر مرة. ها حاضر. انسي منى، فيني اشترك بالرحلة تبعت الجمعة الجاية؟ ايه لك طبعا، معناتها بيجي بالفرصة وبسجل اسمي. ايه ماشي يلا عصفك عصفك. انتي ملفوشي سمر شرفي. ولذلك تعد المنطقة الشمالية من أغنى المناطق العربية بالمياه الجوفية. شو ريما؟ شايفتك عم تعطسي من الصبح، شو مريضة؟ لا انسي، بس شعري المبلول خلاني رشح. وانت كمان حدا بيجي على المدرسة وشعره مبلول هيك؟ كان ناشف قبل ما اجي على المدرسة وتشوفني شم الانسي منى وتبلل لي اياه. هاتشو! قال بصرح تسريحة ما بتناسب المدرسة. وانتو كمان بلاها تسريحاتكم اللي بتلفت النظر، وكأنكم رايحين عشي سهرة. يعني لازم نطلع من البيت وشعرنا منكوش انسي؟ لا ما تخلوا منكوش، رفعوا رفعة بسيطة وزينوه بشريطة سودا. شريطة سودا؟ صمنا صمنا وفطرنا على بصلة، رايحين على عزا نحنا. ايه انتو كل شي مفروض عليكم ما بيعجبكم. اسمه مفروض وهذا بيكفي لحتى نكرهه. بس لو تتركونا على راحتنا وشوفوا شو منحط. ايه لو تركناكم على حريتكم تجوا بالسواري وحاطين الاصفر والاحمر والاخضر وش بعرفني؟ مو احسن من الاسود المغم انسي؟ خلص خلص بلا ما نضيع وقت، خلونا بالدرس. اعلي الميل اكتبوا مثل العادي، بس تحافظوا بهالموضوع. صحة الامي صحة. مين بيحل هالمعادلة؟ كأني شايفتك نحفاني. ايه عم تعمل ريجيم انسى. برافو ياسمين، هالخطوه كان لازم تعمليها من زمان. شو عم تعملوا؟ ولا شيء أنسي ولا شيء ولا شيء أنسي ولا شيء. ورجيني شو حطيتي بالدرج؟ ما حطيت شيء.
ما حطيتي شيء، واللي شفته انا هلا شو هو؟ صدقيني ما في شيء. شو يا؟ فاتحين صالون هون؟ شو هاد؟ قاسي هي ياسمين قبل ما تطلع اللحرة مثلنا يا. بس ولك شو هاد؟ شو هالحكي هاد؟ يخرب بيتكم ان شاء الله، يخرب بيتكم. قومي قومي شرفي انت وياها، قومي ياسمين شرفوا وراي كلياتكم على الاداره. هلا انا عطيتكم اياها. ايه انت والعلامه انت بدنا تعلموا واقروها، ناقصكم كثير. قاسي والله العظيم ما دخلني. وصلت فيكم الجرأة والوقاحة انكم تتناقلوا هيك كلام بالمدرسة بذيء. قاسي ليش شو مكتوب بالورقة؟ شو مكتوب؟ ليش ما قريتيها حضرة جنابة؟ لا ما قريت، اعطتنا اياها ياسمين قبل ما تطلع على اللوح، قمنا ما لحقنا نقراها. منين جبتيها ياسمين هي الرسالة؟ ردي علي شوف منين جبتيها؟ قاسي انا ما صباح الخير نعمة خانو، قالت لي مسعدة انه بدك ياني. خير شو القصة؟ قاسي حنان الحقيني. Dumping it, making it drop. California to Virginia, Timmy making it hot. Taking long rides in a Jeep or plane. X-Men to the stage, got him going insane. Yeah, got the world saying my name. I'm about to make a little change, I'ma keep it the same. Yeah, X to the Z, baby. Run up on your hidden corners, man, I'm platinum brick. Come on, X be the life of the party. Don't be scared, girl, reach out and touch somebody. شو؟ مليتي؟ لا بالعكس مبسوطة كثير. عم شوف كيف الوحدة بتفضل عندكم عادية بتظهر كثير حلوة. يا حبيبتي ما في وحدة ما نحلة، بس في وحدة ما بتعرف تهتم لتظهر جمالها. ياسمين من الصبح عم تمرق الورقة بين بنات الصف منشان اشوف الشاب اللي بتحبه وبيحبها بيموت فيها. سموني رو شافت الورقة شافتها معك مو مع ياسمين. هذا لأنه كسر دورها بقرايتها. هاسة زدت لي إياها قبل ما تطلع على اللوحة تحل التمرين. كذب والله العظيم كذب. نحن مو كذابين وليه؟ هذا ما عدا السيديات اللي عم تتناقلها هي وبنات الصف، سيديات كلها قليلة أدب. دانا بكفي، أنا عن جد متفاجئة فيك. إيه لا تتفاجئي، أنسة حنان الإدارة لازم تعرف كل شيء عم يصير من ورا ظهرهم، يعني مو لأنه ياسمين فايتة طالعة لعندك بدنا ننطي عليها وعلى عمايلها. ولك أنت شو عم تحكي؟ مثل ما سمعتي أنسة، أنا ما عم بحكي إلا الصدق. وليش ما خبرت الإدارة بهالشي؟ ما بقدر أفسد على بنت البنات صفي، أحسن ما يقولوا علي فسادة. تفضل. أنسة نعمة، أنا سمعت بالشي اللي صار وحابة أحكي شغلة. تفضل يا أنسة صار. الورقة اللي مسكتوها اليوم مع غادة، أنا بحصة رياضة شفتها مع دانا. حتى أني بتذكر سألتها شو هالورقة اللي كل شوي بشوفها بإيد وحدة منكم؟ قال شو؟ هاي روشتة جاب لها إياها أبوها مشان يقوي لها ذاكرتها. يعني مو مثل ما قلتوا انها لياسمين. انا ما بكذب ما بكذب ما بكذب. خير مساعدة؟ شو بكي مانك رايقة من الصبح؟ سلام دام. قولي لي مساعدة، حدا مضايقك؟ حدا زعجك شيء؟ لا حدا مضايقني ولا حدا زعجني، بس الوحدة راحت تني. ايه فوتي فوتي لضيفك احلى فنجان قهوة، فوتي مساعدة. منك يا معسل. شو قلتي؟ ما قلت شيء. لك مساعدة احكي، شو اللي زعجك؟ شو اللي تعبك؟ لك شو بكي مساعدة؟ لك الله يسامحك يا مساعدة. مساعدة اللي طول عمري عم شوفها عم تضحك جاي هلا وتبكي. انت شو هابك اذا انا بكيت ولا رضيت؟
الله يسامحك يا ام سعده، إيه اللي عم تقولي لي هذا الحكي؟ انا اللي انت شو؟ انا انت شو؟ ابو محمد، ابو محمد رن الجرس. جاي يا استاذه، جاي رن الجرس. عن اذنك ام سعده، شربي قهوه لحالك. هلا وقت الجرس؟ يخرب بيتك يا شماري، كان رح ينطق وتتحل العينه تبعه. نيار الاستاذ عبد الله. استاذنا لازم يلاقي له حمضيف، شو فيها هالكمان؟ ما فيها شيء، بس عم بقول لحالي كانه العزله ناس وناس. شو الاستاذ عبد الله؟ صباح الخير. صباح النور. شو يا بنات؟ حليتوا المسائل اللي اعطيتكم اياها امبارح؟ كلها استاذ، كلها. برافو غزل. يا ريت كل البنات بحماسك. ما هو عشان الورد ينسأل علق يا استاذ. وشو جاب سيرة الورد والعلق هلا؟ سأل غزل استاذ. كلام بهزك. إيه انت كمان غزل اعجابك بالاستاذ عبد الله فاضحي، يعني ما في بنت بكل هالمدرسه ما بتعرف انك معجبه فيه. بحبه بتعرف شو صرت بالمجموعه. استاذ عبد الله، في مساله بالكتاب ماني فهمتها، ممكن تشرح لي اياها؟ ماشي، حاليا على المكتب. هلا رح اقله على كل شيء. لك وفي لك. طيب اذا كنتي فهمانتيها ليش طلبتي اشرح لك؟ لأنك شو يا بنتي؟ أستاذ أنا مو بنتك. مو بنتي، بس مثل بنتي. أستاذ عبد الله أنا. أستاذ عبد الله، الأنسة نعمت بدها إياك ضروري لوردي. طيب الليلة جاية. يلا. أي غزل، شو كنت عم تقولي؟ مالي أستاذ، برجع بعدين. وبعدين يا غزل، بعدين. بقولي امره بيوقع تعهد مثل كل مره وبترجع نفسه للقديمه معي. طمني يا ياسمين، دانا صاروا كل المدرسه بيعرفوها وبيعرفوا لعيبها وكذبه، يعني ما قدرت تعمل معنا شيء. لك بيعرفوها ايه، بس كلياتهم بيخافوا من مركز ابوها. بس وغلاوه النحت اللي نحته يا اخي. اذا بترجع دانا نفسه معي رح احكي كل شيء بعرفه عنها. ليش في شيء جديد غير اللي بنعرفه؟ في كثير، ما عرفت امبارح شو كانت عم تعمل بحصه الفراغ. شو هذا عم تعمل؟ شفتيها بعيوني؟ وانا كانت معي. صحيح الا؟ هي حرب تصرفاتها، نحن ما لنا علاقة، أحلى شيء تبقى بعيدة عنا. بنا، بكل أنسة من اللي بتسجل بالرحلة، تروح تسجل اسمه مشان تحصل لها. قد ايه الرحلة؟ 250. تروحوا بنا؟ طبعا بنروح. أنا صرتوا بتعرفوا، يعني ما في ضرورة أذكركم ببابا، وصفوا لهيك نوع من الرحل على إنه مجال الصياعة وقلة أدب. بخيلك أنتِ، أنا رح تروحي أكيد ما؟ طبعا. أنا ما بقدر صبايا. ليش ما بتقدري؟ مو مشان شيء بس. صبايا خلص اتركوا على راحتها. يلا يلا. يا بنات انا مضطر اطلع الضيعة لانه الوالدة تعبانة شوي. سلامتك استاذ. الله يسلم قلبك. بس ما رح اجيب كثير، رح ارجع بعد بكره، لا تنبسطوا كثير. حضروا درس الادراك، بعطيكم اياه كله دفعة واحدة لانه العطلة قربت. باي. ليش الاستاذه مديحه ودكتور نبيل مسافرين في جمعات بناتيه غير جنسيه؟ لك امي وابي طلعوا على حما، عندهم تعزاي واحد قريبنا. اذا بيرجعوا لاخر الليل شو بتعملي لنا تبوله من روح؟ انا بدي حراب اصبعه. بطلنا العزيمه، صحنكم ما بتنعطوش. خلص خلص، رضينا بكاسه عصير وقطعه جاتو. المثل بيقول الكرم غطى كل عين. هيك معقولة صار؟ ايه بس تقبشيني ما بدنا نتأخر، يوم عيد ميلاد سامر حابة أعمله قالب جدو. على أساس غليظ وما بتحبيه؟ ليكي هو من ناحية غليظ غليظ، بس بيت وسيارة ومصاري. ماما بتقولي الحب يجي بعد الزواج. ايه والله معك صحيح أنا. ايه احذروا مين حيعزم لكم اليوم؟ مين؟ عجزنا. لما أسعد. لما ما غيرها؟ ايه
ليش رجعت من اسبانيا؟ ما صار اسبوعين بالبلد. يو شو اللي رجع؟ شو بعرفني بس لتشوفوا اسالوها. ولي ولي بنات انا سابقتكم باي باي. يا ترى رجعت هي وجوزها؟ ما بعرف ما سالتها بس حسيتها هيك مكتئبه ومتضايقه شوي، ما حبيت اخذ واعطي الموضوع. اليوم بس لاعزمها بتبقوا بتسالوا. والله كانت احلى بنت بالمدرسه عن جد، مشان هيك نفعت ونحن ضلينا مكانك راوح. دراستي تتجوزي؟ والله المزه بسالها لما اتجوز ولا اكمل دراستي احسن لي. امشي لحق غزل. يلا يلا. غدا 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 حدو شو جابك لهون؟ شو وين هالحلو يا حلو؟ هو البوي فريند الجديد تبعه. ارتحت هلا؟ هاي فضحتني قدام كل بنات المدرسة. بعد كيف ما وصلك يا حبيبي، مو ناقصني غير انه جايين يمشوا وراي. غدا 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 لك ليش لهلا يا بنتي؟ بس يا ريش انتي مرح مرح. ليش واقفي هون؟ مو انا قلت لك بس اطلع من المدرسه بالحاك عجليني. ما قدرت استنى اكثر منك، كثير اشتقت لك. خلاص امشي بالمحل يشوفنا. ليش خايفه كل هالقد؟ اللي بشوفك بظن انه عم نعمل شيء غلط. طلعتي معك وكذبي على اهلي مو غلط. ليش غلط؟ انا معك قدام كل العالم ونيتي اصفى من هالسما الزرقاء، لاني بحبك. بحبك. بتحبني؟ ما عم بقدر صدقك. حاسة إنك قايل هالكلام لميت وحدة قبلي. يبعت لي 100 حمى إذا حبيت حدا قبلك. منيح هيك؟ لا بعيد الشر عنك. شوفي شوفي شو جبت لك معي. شو هي؟ هدية متواضعة. بس أنا ما بقبل هدايا من حدا. معقول ما تقبل هدية مني أنا؟ أنا اللي مستعد جيب لك العالم كله بإشارة منك. يا شادي يعني أنا ما صار لي غير يومين ثلاثة بعرفك، ما فيني أقبل منك هدية، وأنت كمان ما صار لك زمان بتعرفني، ليش لحتى تجيب لي هدايا؟ ما رح أزعل منك، بتعرفي ليش؟ لأنك ما بتعرفي أنت شو بالنسبة لي، وأنا آسف على كل المشاعر النبيلة اللي حسيتها تجاهك. شادي والله ما كان قصدي. ما رح أنا بحبك، مو مهم قد يصير اللي بعرفك، يوم يومين، المهم أنا حبيتك بصدق. عموما منيح اللي عرفت رايك فيه من بدايه الطريق. شادي مشان الله لا تزعل مني، والله ما كان قصدي ضايقك. حبيبتي شو اللي مخليكي خايفه وقلقانه مني كل هالقد؟ سمعت كثير عن الحب وعن الناس اللي بحبوا شو بصير فيهم، مشان هيك خايفه اوقع. توقعي لما بتحبي شاب غيري. انا شادي اللي من لما شافك ما عم يعرف ينام الليل. شادي مشان الله قل لي عن جد ما عم تتسلم معي؟ استغفر الله العظيم. بخاطرك يا شادي شادي شادي. خلص خلص مو اقول هيك خلص. ايه هيك ها، خليكي البنت الطيوبة اللي حبيتها من بين كل بنات العالم، لاربط اسمي باسمها، وبكره الايام رح تثبت لك انه مو قاصد الا الخير. طمنيني، إن شاء الله عم تفهمي على الأنسة. كله تمام الحمد لله، الفراغية خلصت كلها، بس بقى كم تمرين بالجبر، بدهم شي أسبوع زمان. يلا يا رب، يلا تقبريني، روحي غيري ثيابك قبل ما يجي أبوك. أوان يلا. لا سلامتك حبيبتي، الله معك. خير خالة ام رفيق؟ إلي مدة شايفتك مو على بعضك، حاسة بشي؟ وعم تبكي كمان؟ حاسة حالي رح موت. بعيد الشر عن قلبك، ليش هيك عم بتقولي؟ خالة ام رفيق مشان الله حاجة بك. خلص حبيبتي رنا، روحي على بيتكم تأخرتي. إيه والله ما بروح لحتى أعرف شو اللي مبكي هالعيون الحنونة.
ما بعرف ليش هيك صاير. حاسه الوحده عم تنخر عظامي. بتصدق انه عم بكره اني ارجع على البيت؟ لانه طول الليل عم بفتر بهالغرفه لوحدي. بيت بارد ما في روح. اولادي اللي ربيتهم وكبرتهم وتعبت عليهم. ربيتهم كل شبر وندر. تركوني وراحوا. راحوا مشان رزقتهم. ونسيوا اني انا. لا. لا حرام. حرام اني ما دخلهم. راحوا يبنوا مستقبلهم ويدوروا على حالهم. معلش. انا ما لازم اندم. ما لازم اندم. بس حاسه الوحده عم تذبحني. عم تذبحني الوحده. ما تقدر. ما تقدر ضل بعيده عنهم. حاجتك بكي عيونك ورموا من الظهر لهلا. بدك سيد المحترم حطه يوقفني على باب المدرسة ويفضحني قدام كل بنات الصف ومطق أموت من أهلي كمان. ابن عمي حبي يوصلك شو فيها؟ فيها إنه مجنون وشكله بيخجل كمان. خلقت الله. خلقت الله بس مو قدام المدرسة والبنات طالعين. حاكي وقولي له والله العظيم إذا بتشوفك غادة مرة تانية رح تضحك بأرضك. حاجتك بقى ما عجبك العجب ولا صيام برجب. هلا ممكن حدا يعجب بحده؟ ما حدا عم بيقول لك تعجبي فيه، بس لا تحكي عليه هيك، بيضل ابن عمك. ولك يضرب هيك ابن عم، لك يقطع عمره شحوبه. غادة، غادة. هلا انا اسف. طبعا اسف. لك عم معقوله تمرق كل هالمده وما تتصلي فيني؟ لك الموضوع كله مشكله شوي. يا سلام. Je veux que tu reviennes. C'est comme une rafiade chalet. Là. هذا شال رنا نسيت وين راحت. خير استاذ ماهر. Je dors si mal sans toi. لا ما في شيء بس يعني عفوا السؤال. هذا الشال منين جايبتيه؟ عندي اياه من زمان وكثير عزيز علي. كان للماما الله يرحمها. ليش مو حلو؟ لا لا حلو. فيني اطلب منك طلب؟ يعني بلاها استاذ وبلاها انسه لحتى نتعرف على بعضنا اكثر. خلينا نقيم الكلفه. يعني انت جاهزه لحتى تكون عضدنا صريحه وبساط احمد؟ ايه جاهزه استاذ. شو حكينا قبل شوي؟ ايه خلص خلص مثل ما بدك بلا ما اقول لك استاذ ماهر وبس. بتعرفي انا حاسس انك كثير واضحه. يعني انت من البنات اللي مظهرهم الخارجي بيعكس جوهرهم. ايه بس احيانا المظاهر تخفي الحقيقه. بس انا كثير بثق باحساسي. على كل الاحوال انا حابب اعرف عنك كل شيء. يعني اهلك دراستك يعني باختصار كل شيء. شو حلوه المطره دلع. شو رايك نطلع نتمشى شوي تحت المطر بهالجو الشاعري؟ لا هذا جو شاعري. بدك يعني امشي تحت المطر؟ شو شايفه مجنونه ولا عقل طائر؟
هلا اذا تمشينا تحت هالمطره الحلوه بتكوني مجنونه؟ هيس انت شو طيبنا؟ معقول بدك ياني امشي تحت المطر؟ عشان يبلوا شعراتي وهذا ما عاد الميك اب يلي بده ينخرق، ولا بدك ياني اقطع له القشاشه؟ ايه طيب خلص مثل ما بدك، خلينا بس نوصل مترين لهون ناخذ تاكسي ونروح فورا. لا ما رح امشي ولا خطوه من هون، جيب تاكسي وتعال. اها ايه اوكي رح جيب تاكسي مشان ما يتبللوا شعراتي. على جو شاعري قال هذا اكيد جن. لما كأنك كتير متغيرة مو هيك؟ بلا الزمن بيغير. شوف شلون عم تحكي؟ كان عمري شي 50 سنة. والله حاسة عمري أكثر من 50 سنة. يو ليه هيك عم تحكي؟ شو قصتك؟ بدي أتطلق. تتطلقي؟ متخانقة مع جوزك يعني؟ ما عاد أقدر أتحمله أكثر من هيك. هلا هيك عم تحكي بعد كل هالحب؟ ليش وقتها أنا كنت فهمانة شو هذا الحب؟ طب شو سبب الخلاف بينك وبينه؟ ما عم يفهم علي، صرنا سنتين متزوجين ولسه لهلا ما عم يقدر يفهم علي. كيف يعني ما فهم عليكي؟ يعني هو شو ترتيبه بالضبط؟ مدري شلون بحسه، جاف، ناشف، ما في بقلبه ذرة رومانسية. تخيلوا بنات، لا بيتذكر عيد ميلادي ولا حتى عيد زواجنا. عيد ميلاد ابنه الصغير نسي. كل الرجال هيك. بس هو ما كان هيك، ولا اتفقنا على هيك. بتتذكروا أيام المدرسة؟ كان يجي من الصبح للظهر بس يوقف على باب المدرسة حتى يشوفني. تتذكروا يوم عيد ميلادي شو كان يعمل ويساوي؟ يوم عيد الحب أحلى الورد والهدايا كان يجيب لي. بس هلأ نسي كل هالشغلات وصار ما في عنده غير كلمة كبرتي وصرتي أم ولسه راكدة ورا هيك شغلات تافهة. هلأ هي شغلات تافهة؟ نكذب عليكي؟ لا والله مو تافه. لما أنتي تركتي دراسة؟ دراسة؟ صدقوني من يوم ما تزوجت وصرت ببيته صار الكتاب درته. لك كل ما يشوفني هميت لأدرس يخترع لي لهوة. ولما قلت له بدي أقدم البكالوريا وصير مهندسة ديكور كل ما كنت بحلم بصغري، قوم الدنيا فوق راسي وقعدها وخيرني بينه وبين البكالوريا. مع أساس وقت الخطبة كان يقلك؟ كان حبيبتي الوحدة فينا بس تتزوج وتصير ببيت زوجها كل شي بيتغير والوعود بتصير على لوح البوز. ما بتتذكري أنسة حنان شو كانت تقلك؟ قد ايه طلبت منك تأجل الخطبة لبعد البكالوريا وانت اللي ركبتي راسك وتركتي كل شيء وركضتي وراء. شوفوا مين عم يحكي. بس انا ما رح اتجوز لاخذ البكالوريا. تركينا منك هلا. ابنك مرهف كيفه؟ حتى مرهف ما عم بفهم عليه، بضل يبكي بدون سبب وكل يوم بيمغص ببطنه 1000 مرة. يعني لا بينام ولا راضي يخليني ارتاح ونام. لما بس هاد مسبب كافي لانك تتطلقي. باختصار مالي وبدي ارتاح، حاسه حالي رح اطق. واهلك شو رايهم بهالموضوع؟ اهلي هن السبب. اذا كنت انا ما بفهم وركضت ورا مشاعري مو هن لازم يوعوني وينصحوني؟ كلياتنا وعيناكي ونصحناكي وما هالشي ما سمعتي نصيحتنا وتركتي المدرسه ورحتي تجوزتي. انتو ما بتقدروا تمنعوني بس هن اهلي كانوا بيقدروا يكسروا راسي ولا يخلوني ضيع احلى سنين عمري باني اتحمل هيك مسؤوليه كبيره. بنات انا مو جاي لحتى امدكم، انا جاي لاشوفكم وأقعد معكم. والله اشتقت لكم واشتقت لقصصكم. لك نضال صايرة بتطير العقل. الله يعزك. خلود وين كنت لهلا؟ وين بدي يكون يعني؟ كنت عند رزان بعدين نزلنا انا وغزل على السوق اشتريت هدول السيديات. لهلا؟ لسه الساعة 9 بابا. يعني بتعرفي انه الساعة 9؟ مع هيك فايتي على البيت وكأنك مو عاملة شيء. بس انا بالفعل مو عاملة شيء. خلود تعلمي احكي بمسؤولية وحاجة اخذ الدنيا هيك بلا مبالاة. بابا إذا حابب تتخانق قل لي مشان أعرف. هلا إذا سألتك ليش جاي الساعة 9 بالليل كون حابب تتخانق؟ يعني أنا شايفة إنه ما ثقبت طبقة الأوزون إذا تأخرت ساعتين برات البيت. شوفي البنت كيف دار ضهرها ومشيت. حبيبي ممكن تهدى شوي وما تزعل حالك؟ بدك ياني أشوفها فايتة على البيت الساعة 9 بالليل وما أزعل؟
أنا ما عم برر لك، بس الأمور ما بتنحل هيك بهي العصبية. شو بدك أنا؟ باخذها بالأحضان، ببوسها، بلا برافو عليكي، مشان بكرة تجيني الساعة 12 بعد نص الليل. لا هيك ولا هيك، بنتك هلا بسنه سهل، لازم تحكي معها بروية بحكمة. أقول أنا ماني متخلف لهالدرجة، بس كمان ما بقبل أكون بالبيت طرطور، بنتي تطلع وتفوت على كيفها من غير ما تعمل لي أي اعتبار. طيب، بصير أنا أحكي معها؟ خلود صار جفصة وخايف تسمعك شي كلمة هيك ولا هيك. خليني أجرب معلش. جرب، بس إذا سمعتي أي كلمة لما دخلني. بغيابي تعلمي علي وتقوي ضدي، وبس يقوم ضدي تتدخلي لتحلي الاشكال بكل شاعريه ورومانسيه، وكانك الملاك اللي الله حدفه من السما ليحل لنا مشاكلنا. لعلمك بابا بحياته ما دقق لا على طلعاتي ولا على دخلاتي. لك ما بكفي اختي ابونا اللي ما بقي لنا غيره بالدنيا، جاي كمان تخليه يكرهنا ويحقد علينا؟ خلصتي؟ برادتك بتخوف. انا مالي بارده، بس ما بحب رد على وحده معصبه. شو بدك يعني اكل خناقه من بابا اللي بحياته ما رفع صوته علي وضل بكامل هدوئي؟ خلود أنا عن جد مالي علاقة. صدقتك. بيهمني إنك تصدقيني، بس إذا ما صدقتيني ما رح أزعل منك. ممكن تتركيني لحالي لأني مو حابة لا شوفك ولا أحكي معك. مثل ما بدك، أنا رح أتركك وبس تروقي بنحكي. نضال؟ أهلين بابا. بابا حاسس هاليومين في شي مو طبيعي، شو القصة حكي لي. بابا أنا. شو بابا؟ أنا هيك مرتاحة أكتر. شلون يعني هيك مرتاحة أكتر؟ يعني أنا بدي أعيش على راحتي مثل ما الله خلقني من دون تمثيل. تمثيل؟ إيه أنا بنت، والحياة اللي كنت عايشتها قبل حياة صبي، وهذا كان كله تمثيل. شو صار؟ شو يلي بدل رأيك؟ أنا كنت عم مثل دور صبي، وهذا الدور تعبني كتير، تعبني كتير ما عاد أقدر.